اولا خويا يعني بون كوراج بالمعدي لا في اون ليست كاين جدد يعني في الفريق هو اللي شافهم هو اللي تبعهم دونك ريسبكت لو شوا تاعو ان شاء الله جيسبر من القدام يمدوا وجه مليح ويصدر يشرفوا العلم تاع تاير سا اونور اوسي لور بارون هما ثاني هذه مسؤوليه كبيره نتمنوا يكونوا في المستوى يمدوا حاجه كبيره للجزائر وثاني خاصه الحارس ثاني مسمى بالبوط اللي راه مستدعي في الفريق الوطني اللي في عند الماضي هذه سيتو ريكونفونس يعني اللي دارها باسكو على بالي بلي كان طول هذا كان يروح بعيد وكان معايا في لاجيسكا دونك نعرفو نعرف الكارديو تاعو وخدم الى ساكريفي دونك اليوم يعني قال لك لي ريكونبونس تاع الخدمه تاعو هي جات وبك لا فينال لا لا كوب دو لا كاف نتمنوا له النجاح ونتمنوا النجاح للفريق الوطني وان شاء الله من اللاعبين الجدد هذوك يمثلوا الفريق الوطني مثل الجزائر كما لازم الحال. زير تيوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.